يبا لا ترص حالك اشتريتني ها ما ادري نايا يا ولد نايا أنا ساكن بجنديرس هون، هاي الطفلة عفراء اللي ولدت تحت الأنقاض. أنا ولي أمرها، أنا وعمتها هون. بعد التحليل اللي عملوه الجهات المختصة هون حمض النووي، تأكدوا إن إحنا أقاربها، وهلا عندي هي عايشة والحمد لله. فقدت هي الطفلة عفراء أخواتها 3 بنات وولد وأبوها وأمها، وفي كمان عمتها راحوا 7 فقدوا تحت الركام. ايه كل العيلة راحت، ما ظلت بس هي طفلة عفراء. اجاني عروض كتير بالنسبة للتمني، فانا رفضت، فهي ظلت بس هي ذكرى من اهلها يعني عندي. وجاني عروض كمان اني اطلع برا البلد، فرفضت كمان، لانه هون عفراء ولدت بسوريا وراح ان شاء الله تموت بسوريا، يعني ما راح اطلع برات سوريا. مثلها مثل اولادي والحمد لله، يعني ما راح اقصر بيها معها شيء، بقطع من لحم كتافي وبطعميها، والله ما اخليها، ما اقصر معها باي شيء. واجتني كمان بنت بعد ما ولدت عفراء، اجتني بنت بعد عفراء ب3 ايام، والله عم لبسهم نفس اللباس، عم طعميهم نفس الشيء، وعم لعبهم، يعني ما عم فرق.